وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل المقبرة يوما من الأيام فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني رأيت إخواني، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالة. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. قال: وددت. الود هو خالص الحب، نبي الرحمة العزيز عليه عنة هذه الأمة، الحريص على هدايتها، الحريص على الخير لها. وددت، وعزة ربي إنا نود ما وده أنا رأيناه، ولكن الحمد لله على حكم الله واختيار الله وإنا به راضون. وددت أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إنما إخواني الذين لم يأتوا بعد. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يعرفهم، قال: وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا بهما، خيلا غرا محجلة في خيل دهم بهم، أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. فإذا أتوا على هذه الصفة عرفهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من التشريف والتكريم، وكله بفضل الله على هذه الأمة، كلها فضائل جعلها الله لنبي هذه الأمة.